حبيبكم رئيسة التعاونية من جعيدات، جايين نتسنطوا نستافدوا نسمعوا شنو كاين. تنقدم لكم نفسي فاتحة آية بن ميلود من الحد راس العين قليم جعيدات. دخلنا لها التعاونية ديال الكسكس، ان شاء الله بغينا نديروا حتى الفلاحة، وحنا زايدين لقدام وفرحانين، وبغينا بعادين من الشانطي، وبغينا ان شاء الله الناقل. اللي قال داك السيد القائد هو بعد النوبات يامر لينا بالحديد حتى يجي يدينا بعد النوبات. لا ايوا الحمد لله، حنا تنمشيو للمعارض وكنشوفوا الوجاه وكنشوفوا الدنيا، بحال يلاه تحلوا عينينا. عشنا نعم بنيتي، عشنا هي في الديور، عشنا هي مع الوليدات تاما، عشنا مع داك الشيء ودرنا هذا المشروع. هذا الشيء بغينا نتعاونوا معنا ومع عباد الله، وحنا غاديين لقدام سعاده الله وفضل القيد. ندير كسكس ولي خدامين بهاد الساعة دروكا، ودايرين شحال من حاجة، شحال دوك العشايب خدامين بيه، وحنا بعادين وخصنا إمكانيات ما عندناش، وبعادين من الشانطي وبعادين من كل شيء. كنا قاعدين هنا في الديور يلا مع الوليدات ومع الديور والصلاة على النبي، مازلنا ما درنا حتى حاجة. يا دروكا يلا بدينا عام هذا بالسلامة الحمد لله بركة. بركة شوية الحمد لله، باقي خصاتنا شحال من حاجة، باقي خصنا الماتريان، باقي خصنا الناقل، باقي خصنا نزيدو إن شاء الله العالم القدام. عندي وليداتي تامة، هادشي حدي حد داري، ولا مشيت نخدم غير كاك منافرية وتنجي في حالاتي. منين درنا هذا المشروع حنا خدامين فيه، بينا نزيدو القدام إن شاء الله حنا وماتي محمد. شنو كنتي كديري باش تعاوني ولادك باش تكبريهم؟ تخدم بنيتي في الدار، طويقات قنينات دجاج بهيمات هادشي اللي تندير. زعمني قال لي سيري مع العيالات فين ما مشاو سيري. وليداتي تا هما ما عمرهم قالوا لي شي حاجه، مياش كديري ولا كذا ولا كذا، كلهم تنرضي عليهم الله يعاونهم. تا هما تلقوني مع العيالات في المجتمع ديالنا، ما درناش شي حاجه اللي خايبه، غاديين ان شاء الله في العمل زين. تبدل لنا في حياتنا هو هذا المشروع، وحنا غاديين خدامين به. عاجبك الحال؟ عاجبنا الحال، وبغينا نزيدو لقدام. فين بغيتي توصلي؟ فين ما وصلنا الله بغينا نوصلو به، حنا دافعين مجهودنا بغينا نوصلو ان شاء الله، تنتمناو ان شاء الله وفضل الله سعادة القيد ان شاء الله. تعلمنا شحال من حاجه زوينه، حنا دروك هنيا مازلنا ما تنسولو على الربح، تنسولو على الربح اللي قدام. لا ولكن جاتكم شي حاجه شحال هذه المره كانت غير؟ اييه الحمد لله، حنا اللهم نكونوا زايدين لقدام ولا نبقاو جالسين الارض. شنو تقولي للعيالات اللي مازالين جالسين في الديور؟ الله يهديهم تا هما وينوضوا، تا هما يديروا شي حاجه شي حل ينوضوا فين يشتغلوا.